نفس الموضوع هذا. إذا آخر خاصية في من خواص الريليشنز اللي هي ترانسفير، خاصية التعدي، خاصية التعدي. وقتها بتكون R transitive definition، نقول R is a transitive if كان A و B و B و C بينتموا ل R. طبعا هاي بينهن AND، هذول A و B AND B و C بينتموا ل R. هيك اكتبها احسن، if A و B AND AND B و C تنتمي ل R، then ال A مع ال C لازم تنتمي ل R. إذا تحقق هذا الشرط، معنى هذا الحكي بتكون ال R is a transitive. طبعا هسه هذا شو دلالته؟ يعني مثلا افرض انه ال A ال A ال A B جاي في اللوكيشن اللي هو خلينا نقول M I J. وكمان ملاحظة هون طلعوا انه اللي بنتهي فيه هون لازم ابدا فيه هون. يعني لما باخذ الزوجين المرتبين، اللي بنتهي فيه بالزوج الاول يعني المسقط الثاني في الزوج الاول بيساوي المسقط الاول في الزوج الثاني. يعني هيك، يعني هي لاحظوا عليها، هاي بي هاي بي لازم يكونوا متساويين لما باجي بفحص. فبالتالي اذا هون بده هذا يكون الموقع بده يكون عباره عن ام جي مثلا سي، خلينا نقول كي ام جي كي. ليش انا استخدمت الجي نفس الشيء هون؟ انا عندي هون بي وهون بي، فاستخدمت لهم الرمز الاندكس تبعهم جي جي. طبعا هاي اي وهاي كي. يعني مثلا اذا كانت واحد وهي تساوي واحد، فان ام اي كي لازم تساوي واحد. هاي بشكل عام. بس هاي فحصها مش هالقد ايزي، يعني ممكن احنا نفحص بطريقه ثانيه. بس الملاحظه اللي بدي احطها وبدي احط بعض الشغلات عليها بتساعدني في دراسه الترانستيف. هلا طبعا هذا اذا بدي استخدم الماتريسيز، اما اذا بديش استخدم الماتريسيز اكيد لازم ارجع لوين؟ للصيغه العامه الموجوده عندي. يعني مثلا بناخذ اكزامبل عليها. اكزامبل لو كانت عندي A تساوي 1 و2 و3 و4 و R تساوي الأزواج المطلوب 1 و2 1 و3 و4 و2. الآن is R transitive؟ حسب التعريف، طبعا بلاحظ هنا بدي استخدم التعريف انا، يعني خلينا نقول هيك. بس بدي انوه لنقطة ثانية، بتتذكروا امبارح قلنا العبارة بي امبلايز كيو هاي خاطئة في حالة واحدة، لما تكون هاي ترو هاي فولس بتكون العبارة كلها فولس. غير ذلك بتكون العبارة دائما صادقة. طيب لو كانت هذه فولس، هاي بغض النظر شو هي، هل هي فولس ولا ترو، العبارة كلها شو بتبقى؟ ترو. هلا برجع لهذا الشرط. هلا انا هاي عندي بي امبلايز هاي كيو، لما بقول البي فولس معناته شو معناته البي فولس؟ يعني بدي انفي هاي العبارة اللي هي عشان انفيها بصير A فاصلة B اور، مش قلنا هاي ام اور B لا تنتمي، يعني او بلاش هيك، خلينا نقولها بطريقة ثانية انه A فاصلة B لا تنتمي ل R اور B و C لا تنتمي ل R. هي نفيت البي معناه. طب شو معنى هذا الحكي ايضا؟ كمان بدي اضيف عليه، معناه انه ممكن الاقي واحد اور موجود بي و سي لا تنتمي ولا تنتمي؟ لا تنتمي. معناه شو معناه هون؟ انه ممكن الاقي واحد في ار، يعني زوج مرتب هذا مثلا ممكن يكون في ار والثاني مش موجود في ار، او هذا موجود في ار والثاني مش موجود في ار. يعني لما نقول اور واحد منهن لا تنتمي لار، اور يعني على الاقل واحد فيهن لا تنتمي لار. اذا واحد فيهن لا تنتمي لار معناته بتكون العباره كلها صائب، يعني الشرط بمعنى اخر الشرط بتحقق.
الشرط بتحقق. إذا طلع كيف بدي أطبق الكلام اللي حكيته تحت على الأزواج يعني المرتبطة دكتور احنا الأونلاين؟ لازم يعني على الأقل نثبت إنه الشك الأول فولس وخلاص. إذا كان فولس يعني خلاص العبارة ترو، أما إذا كانت ترو وقتها بنروح للشك الثاني. نعم صحيح. طلع مثلا كيف هسه بدي افحص هذا الحكي اللي حكيته تحت على الزوج المرتب الاول، انا بدي افحصهم كلياتهم، بدي اخذ الزوج المرتب واحد واثنين. احنا بنعرف انه عشان تكون ترانستيف لازم طلعوا كيف افهموا علي، لازم اوجد زوج مرتب بدايته اثنين، بدايته اثنين. هل هناك زوج مرتب بدايته اثنين في الازواج المرتبه اللي معطيني اياها السؤال؟ لا، ما في ولا زوج مرتب بيبدا باثنين. طيب اذا معنى هذا الحكي هذا انه لم يتحقق، يعني هذا اللي تحقق. اذا صارت هاي، صار اذا المقدمه صارت خطا، لانه ما فيش الا زوج مرتب. الزوج المرتب الثاني اللي بيبدا باثنين اصلا مش موجود، لا ينتمي لار. فاذا صارت العبارة هاي صائبة. إذا على خاصية الترانسيتيف بتتحقق على هذا الزوج المرتب. وقيس هذا الكلام على الواحد والثلاث. الواحد والثلاث أعطيني الزوج المرتب بيبدأ بالثلاث، ما في. إذا الشرط تحقق على هذا الزوج المرتب. الأربعة واثنين نفس الشيء، ما في زوج مرتب بيبدأ باثنين، إذا معناته تحقق الشرط على هذا الزوج المرتب. عشان هيك بقول هاي الريليشن إز الترانسيتيف، إز الترانسيتيف. واضح ليش النهاية ترانستيف؟ إذا هنا بما إنه الآر ترانسيتيف إذا الأزواج المرتبة الآر إز ترانستيف بتطلع، لأنه كمان مرة، لأنه الزوج المرتب الأول كمان مرة طلع في المية على الزوج المرتب الأول أخذت هذا. لأن بسأل هل هناك زوج مرتب بيبدأ باثنين هذا الشرط ينتمي الأول لأر؟ معناته ما تحققش، إذا فولس لأي شيء تاني بتطلع ترو. ايوه صحيح. هنا ما في زوج مرتب بيبدا باثنين، اذا معناته الشرط هون بيمشي عليه، يعني الكونديشن دكتور بيمشي احنا عليه. امتى او بنلجأ للنفي اللي حكيت لنا عنه قبل شوي، اللي هو A و B لا تنتمي إلى R أو B و C لا تنتمي إلى R، وأنت بتضطر يعني. ما انت عمليا تطلع يا عمر، انت مش القصه انك بدك تنفي. أنا في الشرط بقول لك اطلع A و B تنتمي ل R and B و C بتنتمي ل R، طبعا هذا F، then A و C تنتمي ل R. طيب أنا بدي أمسك زوج الأزواج المرتبة وزوج زوج، جيت قلت لك واحد واثنين، تنتمي للآر. هاي موجودة في R صح؟ حلو. طيب أعطيني زوج مرتب بيبدأ باثنين موجود في ما R. فيش معناته الأولى. إذا هذا لم يتحقق، إذا العبارة صارت صائبة. حلو. بس هيك، هي الفكرة العامة بشكل عام. نفس الشيء على الواحد وثلاث، أعطيني الزوج مرتب بيبدأ بالثلاث، ما في بتقول لي، إذا معناته هذا الشرط تحقق حسب القاعدة إنه وين أنت بتكون بي امبلايز كيو من جدول الصواب لهي العبارة. أنا بشتغل على هذه العبارة لأنه هاي منطقيا صحيح، وإحنا درسناها، ومش معناته إنه درسناها وخلص ننساها، يعني بنوظفها، هاي بنستخدمها بشكل عام في هاي التعريفات، وبجوز سبق قلنا استخدمناها. اذا كما مره انا بتفرج على زوج مرتب، هسه لازم ادور على زوج مرتب ببدا في اللي انتهيت فيه، يعني ثلاث بدي ابدا بثلاث، ما في. اذا معناته هذا الشرط ما تحقق، اذا العباره صائبه. نفس الشيء هون بدي ابدا باثنين، ما في، اذا هذا الشرط لم يتحقق، اذا العباره صائبه. يعني هو مش شرط، هذا هو بسموه المعطى، انه هذا المعطى، وسمينا هذا الكونكلوجن. هذا دائما بيكون المعطى وهذا النتيجه، المعطى وهذا النتيجه، فبتكون العباره كلياتها اذا بناء على يسار. دكتور ايش اسم العبارة هاي في الانجليزي اللي بي implies a Q؟ الامبليكيشن التضمين، اللي هي عباره التضمين if then، اللي هي بسموها الامبليكيشن ستيتمنت او الاف ستيتمنت. طلع هسه بدي افرجيكم، بدي اروح احسب الام ار. الام ار شو الام ار لهي الريليشن؟ عندي 1 2 3 4، عندي 1 1 مش موجوده، 1 2 موجوده، 1 3 موجوده،
الواحد أربعة مش موجود، اثنين واحد مش موجود، اثنين اثنين مش موجود، هاي زيرو وهاي زيرو. الثلاثة عندي زيرو وهاي زيرو وهاي زيرو وهاي زيرو. الأربعة هاي زيرو هاي واحد هاي زيرو هاي زيرو. إذا لو جيت حسبت ام ار دوت ام الار شو بيطلع الجواب؟ يعني 0 1 1 0 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 1 0 0 دوت. نفس الشيء هون اكتبوها، بنكررها مرة ثانية. 0 1 1 0 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 1 0 0. يعني خلينا بس نكتب الجواب فوق هون. يلا الضرب، لأنه هذا كله أصفار، إذا هاي صفر. هسا بنيجي الصف الأول مع العمود الثاني، هاي صفر 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 صفر، إذا هاي صفر. الصف الأول مع العمود الثالث برضه صفر، مع الرابع صفر. هذا لأنه أصفار بيطلعن كلهن أصفار، وهذا لأنه أصفار بيطلعن كلهن أصفار. هذا برضه هون صفر، وهون هذا صفر، وهذا صفر، وهذا صفر، كلها أصفار. خلوها في بالكم. هسه هاي أنا ضربت، يعني أنا بدي أستخدم هاي الفكرة اللي هي ضرب الماتريكس تبعت الريليشن مع بعض عشان أتأكد إنها ترانزيتيف ولا لا. لاحظوا، انتبهوا معي، إنه هون الريليشن تبعتي هاي ترانزيتيف، بس لما جيت ضربتهم مع بعض طلعت معي بهذا الشكل. بغض النظر طبعا هي كلها طلعت اصفار ولا مش اصفار، ما عندي مشكله، بس انا بدي اقارنها بشغله بسيطه، اللي هي الجواب ما رجعش نفس المصفوف في هاي. طيب هذا يعني انه لو كان ضرب الماتريسيز مع بعض رجع نفس المصفوفه، في هاي الحاله بقول عن الريليشن ترانستيف. إذا الملاحظة اللي بدي أحطها هانوت إنه اف ام ار دوت ام ار رجعت تساوي ام ار، then ال ار از ترانزيتيف ترانزيتيف، but the converse يعني العكس is not true. هي المثال تبعها، المثال اللي قبله طلعت معنا الريليشن ترانسيتيف، بس لما ضربت الام ار في الام ار ما رجعتش نفس المصفوفه، لان يعني طلعت مصفوفه مختلفه عن الاصليه. يعني كانه بقول لي المؤشر طلع، المؤشر او في طريقه الحساب صارت بسيطه، يعني الفكره فيها انه انت عشان تعرف انه الار ترانسيتيف ولا لا شو بتروح تحسب؟ تحسب ام ار ضد ام ار. اذا طلعت معك ام ار، اذا طلعت معي ام ار، فبقول الريليشن على السريع ترانسفير. طيب افرض انه جيت ضربت ام ار ضد ام ار وما رجعتش ام الار، مش مباشره تيجي تقول لي والله انه الار از نوت ترانسيتيف. هذا الحكي غلط. ليه؟ مثال، هذا هو المثال اللي قبل شويه فرجتكم اياه، طلعت ترانسيتيف بس حاصل ضرب ما رجعتش ام ار. إذا كمان مرة بقول أنت أول شغلة عشان تعرف أنها ترانستيف ولا لا تضرب أم آر في أم آر، إذا طلعت أم آر على السريع بتقول لي ترانستيف، خلاص هذا هو السبب. لكن إذا ما طلعتش أم آر، يعني اللي حاصل الضرب ما رجعش يساوي أم الآر، شو بدي أعمل؟ بقدرش أستنتج أنه إز نوت ترانستيف، معناته شو بدي أعمل؟ برجع أحسبها يدوي زي ما عملت في المثال اللي قبل شوي. بقعد افحص فيهم الازواج المرتبه، ممكن تطلع معي ترانستيف، ممكن ما تطلعش معي ترانستيف، في الاخير ما في مشكله. وصلت الفكره؟ طلع مثال، لو كانت عندي A تساوي 1 و2 و3 وكانت R and R تساوي هذا المرتبة 1 و1 1 و2 1 و3 2 و3 و3 و3
السؤال هل is are الترانسيتيف؟ أول شغلة إذا صارت الطريقة إني باجي بحسب أم الـ R دوت أم الـ R. طيب شو هي أم الـ R؟ يلا اكتب أنا بعطيني إياها. واحد واحد موجودة، واحد اثنين موجودة، واحد ثلاثة موجودة. اثنين واحد مش موجودة، اثنين اثنين برضو مش موجودة، اثنين ثلاثة موجودة هي ده. بس ثلاثة واحد ما فيه، ثلاثة اثنين ما فيه، و ثلاثة ثلاثة موجودة. إذا دوت ترد بعيدها نفسها، واحد واحد واحد، صفر صفر واحد، صفر صفر واحد. يطلع خلينا نطلع الجواب طبعا. نضرب الصف الأول بالعمود الأول بيلتقين واحدين، إذا بحط واحد. نفس الشيء هون بيلتقين واحدين، نفس الشيء هون بيلتقين واحدين. هسه هون صفر صفر صفر، إذا هاي صفر. نفس الشيء هاي صفر صفر، وهاي صفر صفر. هون صفر صفر، وهاي واحد، إذا بحطهم واحد. والصف الثالث زي الصف الثاني، إذا له نفس الأجوبة. لاحظوا رجعت نفس المصفوف الأصلي، هي نفس الأم آر. طلع الجواب حاصل ضربين، رجع نفس الجواب هي، شايفين؟ إذا كونه طلع معي أم آر في أم آر تساوي أم آر، إذا مباشرة بقول النتيجة إنه آر إز ترانسيتيف. وممكن الدكتور نطلع على الأزواج المرتبة، لأنه في عنا واحد و... يعني واحد وواحد، واحد وواحد، بعدين في عنا واحد واثنين، وفي عنا واحد واثنين برضه، فبنقدر خلص بما إنه لقينا مثال في الأزواج بتصير المرتبة بتصير نحكيها إنه transitive لا آه ما هو دير بالك بدك تنتبه لنقطة، إنه لكل أنت إذا العناصر. لكل الأزواج المرتبة اللي بتحقق الشرط بدك تفحصها، مش مجرد واحد وتمشي فيه. نفس الأفكار اللي كنا نحكي فيها امبارح، يعني عشان مثلا أثبت إنها سيمتريك ولا أنتي سيمتريك إلى آخره، أنا بدي أفحص كل الأزواج المرتبة، بدي أتأكد منهم، لانه ممكن واحد يحقق وغيره ما يحققش، فبالتالي ما بقدرش اقول عنها مثلا سيمتريك او ريفلكسيف او الى اخره. هو نفس الشيء بدك تفحصها كلياتك، يعني انت اذا بدك تيجي تفحصها هاي يدوي، طلع كيف بدك تفحصها يدوي. شو المقصود؟ انا لما حكيت قبل شوي يدوي باجي ببدا مثلا الزوج مرتب واحد واحد، بدي زوج مرتب ببدا بالواحد اللي هو ممكن ابدا في نفسه واحد واحد بصير، بس بيلزمش. ممكن اخذ واحد مثل هيو لانه موجود. اعمل الزوج، شو الزوج الجديد اللي لازم اكونه؟ من الواحد واثنين. ايوه هسه هذا موجود هون، نعم هي موجود. هسه مثلا نرد كمان واحد وواحد وواحد وثلاث، شو الزوج اللي بده يتكون؟ واحد واحد وثلاث، وثلاث. الاول مع الاخير برضه موجود. مثلا خلينا نيجي اثنين وثلاث مثلا، هاي مثلا بتاع فيش واحد اثنين و واثنين، طلع الواحد واثنين اعطيني زوج مرتب بيبدا باثنين، هياته اللي هو اثنين وثلاث. هيا اثنين وثلاث، شو الزوج المرتب اللي بقدر اشكله؟ باخذ الاول مع الاخير، يعني واحد وثلاث. يعني انا بحكي اني بحذف هذول اللي في النص، هذول شايفينهم، بعمل زوج مرتب جديد. هذا الزوج المرتب موجود ولا مش موجود؟ انا عم هيا موجود. مثلا واحد ثلاث، اعطيني زوج مرتب يبدا ثلاثة وثلاث بالثلاث، هيا. وموجود. هسه لما تعمل زوج مرتب من الاول مع الاخير بطلع واحد ثلاث، برضه موجود. واثنين وثلاث نفس الاشي، اثنين وثلاث 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 واثنين وثلاث موجود. وبالتالي اذا هاي الطريقه اليدويه انا بقصد فيها، الطريقه انك تحسبهن على كل الازواج، كل الاحتمالات اللي ممكن تطلع معاك فبدك تفحص عليهم. بس زي ما حكيت هسا انت الفكره، احنا زي ما حكيت احنا الفكره اللي بدنا نستخدمها انه نيجي نحسب ام ار في ام ار. اذا طلعت معنا نفس ام ار على السريع بلزمش اشتغل كل هذا الشغل، على السريع بستنتج انها ار ترانزيتيف. طيب افرض انه جيت حسبت ام ار في ام ار وطلعت وطلع الجواب غير هاي غير ام الار، معناته بدي ارجع احسب بهذه الطريقه، الطريقه القديمه اللي هي زي ما حكيت يدوي.
إذا هيك بنخلص، بنكون خلصنا الخواص للريليشنز، وشفنا كيف ممكن نستخدم فكرة الماتريسيز في التأكد أو في التحقق من هاي العلاقات. الآن بدي أحكي عن موضوع الإكويفالنس ريليشنز، هي علاقات التكافؤ، التكافؤ أو علاقة التكافؤ. شو المقصود في علاقة التكافؤ؟ خلينا نعرف أول شيء شو معنى، شو المقصود في علاقة التكافؤ، اللي هي ناخذ let r be a relation on الست A، نقول R is an equivalence relation، من علاقة تكافؤ، if it satisfies أو if it is، if it is كانت reflexive symmetric and transparent. يعني إذا تحققت فيها الشروط الثلاثة هذول اللي ريفلكسيف وسيمتريك وترانسفير، شو بنسميها؟ إكويفالنس ريليشن. هاي إكزامبل، كانت عندي A تساوي 1 و2 و3، ال R بدي ال R تساوي 1 1 1 2 2 1 3 3 و2 2، is R an equivalence relation طبعا هون كمان مرة بقدر استخدم اللي هو فكرة الماتريسز، يعني بقدر اكتب السوليوشن، فاجي بحط ام ال ار شو تساوي؟ واحد واحد، هاي بحط واحد اثنين، في عندي واحد ثلاث، لا اثنين واحد، في عندي اثنين اثنين، ما في اثنين ثلاث، ثلاثة واحد ما في، ثلاثة واثنين ما في، وهي واحد. الآن هل هي ريفلكسيف؟ يلا من المصفوفة بنطلع هون على المين دايجونال، طبعا ريفلكسيف ليش؟ لأنه ام اي اي تساوي واحد فور افري اي. اثنين، هل هي سيمتريك؟ عشان نعرف انها سيمتريك ولا لا، شو بنساوي؟ بنطلع ام ار ترانسبوز. شو ام ار ترانسبوز؟ بنبدل الصفوف بعمدي، بصير عندنا الصف الاول بصير عمود اول، يعني 1 1 0، الصف الثاني بصير عمود ثاني، هي والصف الثالث عمود ثالث، فرجعت لاحظ انها رجعت ام ار، اذا معناته صارت سيمتريك. بالنسبه للترانسيتيف كمان مرة بستخدم الفكرة اللي حكيتها قبل شوي، باجي بحسب ام ار دوت ام ار، خلينا نضرب 1 1 0 1 1 0 0 0 1 دوت 1 1 0 1 1 0 0 0 1، وهي بتطلع جوابها. يلا نضرب الصف الأول بالعمود الأول، هاي 1، الصف الأول بالعمود الثاني برضه 1، الصف الأول بالعمود الأخير صفر صفر صفر، إذا هي صفر. بس الصف الثاني، لحظة، الصف الثاني زي الصف الأول، إذا لازم يطلع معي نفس الجواب. الصف الثالث هي صفر،
هون صفر وهون صفر إذا زيرو، نفس الشيء هون صفر 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 إذا هاي زيرو، صفر صفر واحد، رجعت أم آر هي رجعت معاي نفس أم الآر، إذا مباشرة بحكي إنه الآر الترانسيتيف. بما ان ثلاث شروط تحققن اللي هن ريفلكسيف وسيمتريك وترانسيتيف، بالتالي شو بتكون الار از ان ايكوفالنس ريليشن. اذا الار هون، اذا الار از ترانس سوري از ان ايكوفالنس ايكوفالنس ريليشن، صارت علاقه تكافؤ. خلينا نعطيكم مثال، هذا أظن يعني معروف وأظن موجود أو راح يتكرر معكم حتى أظن التخصص تبعكم، اللي هو مفهوم الكونجروت. هون عشان ندرس إنه نشوف نفحص إنه هاي العلاقة اللي بدي أعرفها بتمثل علاقة تكافؤ ولا لا. هو الإكزامبل، بس بدي اعمل له مقدمة هيك عشان افهمكم شو يعني شو معناه. نقول الـ A نقول كـ number is a number تكون is congruent want to be modulus الـ M. ترى هذا الحكي كلياته كيف بعبر عنه بالرموز؟ بقول A congruent، طلعوا ال A congruent ثلاث شحطات يساوي زي اللي يساوي بس ثلاث شحطات is congruent ل B mod ال M. إذا هي أقرأ إنه ال A is congruent ل B modulus M. congruent معناتها تكافؤ. نعم. طب هسا هاي شو معناها؟ في لها دلالة أخرى. الدلالة الأخرى إنه لما الـ A والـ B have the same remainder when they are divided by الـ M. يعني بيكون الـ A والـ B إلهم نفس الباقي القسمة لما بقسمهم على M. تعرفوا احنا بتتذكروا حكينا في الشابتر الأول أو في البداية عن شيء اسمه الديفيجن ألجوريثم. يعني أنا باجي بقسم الـ A بقسمها على M، بقول مثلا على M ناتج القسمة Q في M زائد باقي القسمة سميه مثلا R، سميه باقي القسمة، هذا عبارة عن باقي القسمة وهذا هو ناتج القسمة. والبي نفس الشيء باجي بقسمها على ان، مثلا نقول فيها بي في ان زائد الار. لاحظ اذا الهم نفس الباقي، هذا هو الهم نفس البواقي. مثال عليها عشان اوضحها، مثلا تيجي خلينا نقول افرض الان تساوي 5، تعال نقسم 13 على 5، قديش فيها 13 على 5؟ فيها 2، 2 في 5 10 زائد 3، هذا الباقي. بس لو قلت لكم اعطوني عدد له نفس الباقي، له نفس الباقي لما بقسمه على 5، يعني له بيكون الباقي بيساوي 3 لما بقسمه على 5. مثلا لو جيت قلت 18، 18 تقسيم 5 فيها 3 والباقي 3، صح؟ فاذا بنقول ال 13 وال 18 لهم نفس الباقي لما بقسمهم على 5 اللي هو بيساوي 3. عشان هيك بقول انه ال 13 congruent ل 18 مود الثلاث مود الخمسة عفوا. إذا A congruent B بنمثلها بالرموز بهذا الشكل.
شو دلالتها، شو معناها انه الاي والبي لما بقسمهم على على ان بيكون لهم نفس الباقي. طلع في شغله اخرى هون بدي احكيها من اللي كتبته فوق، من خوارزميه القسمه. خوارزميه القسمه لو طرحناها من بعض، لو طرحنا هذول من بعض، خلينا هيك نكتبها ال A تساوي Q في N زائد R، وهي B في N زائد R. لو طرحناها من بعض بصير عندي هون A ناقص B تساوي بتروح ال R مع ال R، بضل عندي Q N ناقص B N، بطلع ال N عامل مشترك بصير Q ناقص B في N، هاي A ناقص B. هل هاي معناها هاي العبارة اللي هون قدامي؟ لاحظوا انه الكيو عدد صحيح والبي عدد صحيح، فحاصل ضرب بضل عدد صحيح، هذا عدد صحيح. فمعنى ذلك انه انا بقدر اكتب البي ناقص اي على صورة حاصل ضرب ام في عدد صحيح، وهذا يعني انه الام بتقسم اي ناقص بي، انه الام تقسم، انه هون معناها الان تقسم ديفايس ال A ناقص B، وبالتالي بقدر استنتج هاي الملاحظه على هاي الريليشن. بقول انه ال A بتكون congruent ل B mod ال N if and only if كانت ال N تقسم A ناقص B. ايضا شغله اخرى على نفس الفكره، يعني هسه كمان مره انه A congruent B mod ال N، كنا if and only if انه ال N تقسم، وهي نفسها هيتها في انه ال A ناقص B بدها تساوي، انا فوق بغيت كاتب على صوره Q ناقص B، وهذا عباره عن انتجر عدد صحيح، ممكن احط مثلا هنا K في N خلص على اعتبار انه هذا انتجر، لانه انا فسرت هسه بس هاي مش يعني ام تقسم اي ناقص بي، معنى هذا الحكي انه بقدر اكتب الاي ناقص بي على صوره عدد صحيح مضروب في ام كي ناقص عفوا كي في ام. اذا هذول كلهن مرتبطات في بعض، وعشان احل المسائل على هاي ممكن انا استخدم هاي للتبسيط. خليني افرجيكم مثال عليها. يعني هاي، يعني خلينا نقول ال A congruent B mod ال M، هاي بتعرف ريليشن، هذا بيعرف لي ريليشن. أفرجيكم كيف شكل هاي الريليشن اللي ممكن أتعامل معها. هاي مثال عليها. example لو اخذت A تساوي ال Z بلس اللي هي الأعداد الصحيحة الموجبة ال A، وبدي أعرف R على ال A اللي عبارة عن كل الأزواج المرتبة A و B، بحيث إنه ال A is congruent ل B mod الثلاث. طبعا ال A وال B موجودات في ال A. السؤال هون شو اللي بده اياه؟ بقول شو يعني بين انه that R is an equivalence relation. بدي انوه هون لنقطة انه طريقة الماتريسيز اللي بكينا نحكي فيها وبكنا نحل عليها أسئلة، في هاي بتزبط لما يكون لما تكون الست اللي أنا بشتغل فيها المعرفة عليها R تكون finite، عناصرها محدود، وهي كتبت لكم إياها امبارح. بس لما تكون الست infinite ما بقدر أستخدم فكرة الماتريسيز، لأنه هاي أنا عندي هاي الست A قديش هاي infinite set اللي هي 1 2 3 4 5 6 إلى ما لا نهاية، فهي infinite set. فإذا معنى هذا الحكي بقدرش أستخدم طريقة الماتريسيز
عشان اثبت انه هاي الريليشن هي ايكوفالنس ريليشن. قلنا ايكوفالنس ريليشن لازم تحقق ثلاث شروط اللي هم ريفلكسيف، سيمتريك، وترانسيتيف. هاي الثلاث شروط اللي لازم يتوفرن عشان تكون ايكوفالنس ريليشن. طيب كيف معناته انا بدي افحص انه الار از ان ايكوفالنس ريليشن؟ يعني كيف بدي افحص انها ريفلكسيف وسيمتريك وترانسيتيف وبدون ما استخدم الماتريسيز؟ بدي ارجع للتعريفات الاصليه، بذكركم فيها. قلنا ريفلكسيف شو معناها؟ ريفلكسيف انه تكون A و A بتنتمي ل R for every A تنتمي ل A. هي واحد. اثنين سيمتريك انه تكون A و B تنتمي ل R اذا كانت if A و B تنتمي ل R then B و A لازم تنتمي ل R. هي سيمتريك. ثلاثة ترانسيتيف انه اذا كانت A و B و B و C تنتمي ل R then A و C لازم تنتمي ل R. هاي الثلاث شروط بالتعريفات الأصلية تبعتها هن اللي بدي استخدمهن على هذا المثال عشان أثبت إنها equivalence relation. نأخذ الشرط الأول أو نفحص الشرط الأول. واحد، هل هي reflexive؟ بمعنى طلع يعني عشان عشان أقول إنها reflexive بدي أسأل الزوج المرتب A و A بينتمي ل R for every A. هلا نرجع لها، شو معنى الزوج المرتب A و A ينتمي ل R؟ معناته هل ال A is congruent ل A mod ال N؟ هيك معناها. إذا طلعت معي هي صح معناته هي بتطلع صح. طب هل كيف بدي أجيبها؟ أنا بديت بطريقة مباشرة، بطريقة خلينا نقول بطريقة المباشرة. يعني أنا شو اللي بدي أوصل له أو شو اللي بدي أثبته؟ بدي أثبت إنه هاي تنتمي لآر. طبعا عشان أثبت هاي إنها تنتمي لآر شو معناته بدي أعمل؟ بدي أثبت إنه A إنه الA is congruent لA mod الN. طب هاي شو معناها؟ قبل شوي كتبتها، شو معناها؟ إنه الN تقسم A ناقص A. يعني الان لما نقول a ناقص a يعني صفر، الان بتقسم الصفر لانه هي شو معناها؟ معناته الصفر بقدر اكتبه على صورة صفر في n، صح؟ بدنا نطلع كيف. هسه بدي اعيد ترتيب الحل عشان اوصل لهي. انا في الاخير بدي اوصل لهي، انا بديت فيها بطريقه هنقول طريقه عكسي نحكيها هيك. يعني أنا بديت من النهاية، حللت شو اللي بدي أشتغله أو شو اللي بدي أعمله أو بدي أوصل له عشان أقدر أبدأ في الحل. فالفكرة هنا إذا طبعا هذا مش الحل اللي أنا كتبته، زي ما حكيت هو تحليل الفكرة مشان أفهم شو بدي أعمل. إذا أول شيء بدي أثبت إنها قلنا ريفلكسيف. عشان نثبت إنها ريفلكسيف بنعرف كمان مرة، إحنا قلنا خليني أتذكر كمان في هاي، خلينا نحطها هون. نقول ال A is congruent ل B mod ال N. قلنا هاي شو معناها؟ بتكافئ إنه ال N تقسم A ناقص B، وهاي معناها إنه ال A ناقص B بقدر أكتبها على صورة K في N. إذا أنا بدي أبدأ من هون، لما بقول reflexive أصلا هي بتتحدث عن ال A و A، صح؟ في الريفلكسيف. طيب نجيب هاي بس بنستخدم عليها A و A. يعني بصير عندي هنا طلع كيف بهو A ناقص A شو جوابها؟ هاي صفر. صفر، والصفر مش بقدر اكتبه على صورة صفر في N. مزبوط. اذا معناته بقول هون ال N صارت تقسم A ناقص A. معناته اذا هاي ملاحظه. الملاحظه الثانيه معناته كمان مره ارجع فيها، لما اقول a ناقص a تساوي صفر معناته الان قلنا بتقسم a ناقص a معناته الايه تكافئ ل مودولس n. نعم الايه تكافئ a مودولس. دكتور انا هون مش فاهم مبدا السؤال، انه هو معطينا المجال اللي هو انفينيتي، معطينا انه بس مجموعه الاعداد الصحيحه الموجبه،
معطينا العلاقه اللي عندنا اللي هي ايه تكافئ ب موديولس الثلاث، وبدي انا نفحص اذا هي ريفلكسيف. طب ماشي، بدنا نفحص انها ريفلكسيف، بدنا ازواج مرتبه. هسه كيف هون انا مخي دخل في حيط، مش فاهم شو دخل اللي عملناه هسه في الريفلكسيف. انا بحط، انا قاعد بسوي لك اياه، لو بكت ثلاثه واربعه كلها نفس القاعده، طلع بدي ارجع كمان مره، تنساش الريفلكسيف والسيمتريك وترانسيتيف، كل واحد شو تعريف. حلو، هسه لو جيت قلت لك هون، خلينا طبعا هاي انفينيت، هاي الست هون انفينيت ست صح، وبالتالي اذا انا بقدرش اكتب كل الازواج المرتبه، بس انا ممكن اكتب عدد منها. مثلا لو بدي اكتب ازواج مرتبه موجوده في ار، مثلا الواحد والاربعه تنتمي لار ولا لا؟ تنتمي لانه صحيح عددين صحيحين موجبين لا بيسووش صفر، بس حسب على لا ار لا بعرف لا، ايش حسب استنى شوي، العلاقة. استنى استنى شوي يا عمر، استنى شوي، مش هاي، مش هيك، مش هيك، مش هيك السبب. انت كمان مره، انت شو بدك عشان تعرف انه هاي تنتمي لار ولا لا؟ على ار بدك سألتني، تطرحها، تمام اوكي. بدك تطرحهم من بعض، قديش الجواب؟ ثلاثة. الثلاثة بتقسم على ثلاث، ما هي هيك معناها، الثلاثة بتقسم على ثلاث، يعني أنت بنقول هيك الثلاث، الفرق بين طلع الأربعة ناقص ثلاث جوابها ثلاث. هسا ارجع لهي يا عمي، ها طلع بدي هلي عندي شو معنات ايه كونجروانت لبي مود الثلاث معناته هيك، A ناقص، معناته A ناقص B يساوي 3 في عدد، صحيح صح؟ يعني ثلاثة بدها تقسم A ناقص B، معناته مزبوط. A ناقص B بدها تساوي ثلاثة في عدد. هلو هيك هاي تعريفات اللي حكيت لنا اياها قبل شوي عن الايكوفين. طيب، إذا هاي اللي بدي أشتغل عليها أنا هون، يعني إذا قدرت أثبت هاي بشكل عام على أي زوج خلص مرتب، معناته معناته هي هاي كلها ريفلكسيف. هاي صحيحة، يعني بتكون صحيحة. أنا بقصد هون هسا نيجي الأزواج مرتب، مثلا واحد وأربعة قلنا، هل هذا بينتمي لآر؟ نعم. ليه؟ لأنه أربعة ناقص واحد جوابها ثلاث، والثلاثة بتقسم على نفسها، ما هي أو الثلاثة بتقسم الحاصل الطرف، يعني ثلاثة بتقسم ثلاث. طلع مثلا الواحد مش مهم الترتيب انه هون لا في الازواج ترتيب، المرتبه، لانه A ناقص B و B ناقص A بتفرق، لانه اذا لا لا نحسب R واحد بتفرقش ناقص أربعة. بتفرقش تفرقش، بتطلع ناقص ثلاث بس، والثلاثة تقسم الناقص ثلاث، ما هي حلو بصير. تمام. طلع مثلا واحد وسبعة تنتمي لآر، ستة الفرق بينهم ستة، الثلاثة بتقسم الستة. نعم. تمام، هيك بلشت طلع افهم. مثلا خذ اثنين، مثلا اثنين و خلينا نقول وسبعة، هل لا هذه بتنتمي لا لآر؟ تنتمي لار، لأنه لا الثلاثة تنتمي. بتقسمش ليه؟ الخمسة. لأنه الفرق بينهن سبعة خمسة، الثلاثة بتقسمش الخمسة. إذا هاي طريقة إيجاد الأزواج، بس زي ما حكيت أنا بقدرش أوجد الأزواج المرتبة لأنه هاي المجموعة انفينيت ست، يعني عدد لا نهائي فيها، فعشان هيك ما بقدر أجي أقول والله خليني أفحص أزواج مرتبة إنها بتحقق إنها ريفلكسيف ولا سيمتريك ولا ترانستيف إلى آخره. طيب، فعشان هيك بنروح لوين؟ للطريقة بشكل عام. يعني أنا برجع بدي أقول لك، خلينا ناخذ هاي الريليشن بتحقق كيف هذا صح؟ إشارة لا تقسم كتبها دكتور؟ إشارة لا تقسم، بتحط هاي الخط هيك وبتحط عليه هيك تمام. شطار. أنا كمان مرة أنا بدي أحلل اللي معطيني إياه الشرط اللي هون، أو بقول لي إيه كونجروانت بي مود الثلاث. شو معناها هاي؟ معناته إنه الثلاثة بتقسم إيه ناقص بي. شو معناها هاي؟ إيه ناقص بي بدها تساوي كي في ثلاث. هاي إذا الفكرة هاي بدي أطبقها هسا على كل الأمثلة، هاي الفكرة اللي حطيتها هون تطبقها على كل الأمثلة. فرج كيف هسا برجع أطبقها على الخواص. أول خاصية، هل هي ريفلكسيف؟ قلنا شو بتكون ريفلكسيف، متى بتكون ريفلكسيف؟ إذا كان عندك A و A بتنتمي ل R for every A صح؟ طيب هسا بسأل، وانت ال A و A بتنتمي ل R إذا تحقق هذا الشرط معناته صح؟ انا نفحص على A ناقص A، بعدين نحكي هل الثلاث تقسم A ناقص A ونشوف. نعم. هاي إذا أنا باجي بكتب A ناقص A شو جوابها؟ صفر.
والصفر بقدر اكتبها على صورة صفر في ثلاث، يعني صارت الثلاثة بتقسم A ناقص A. شو معناته؟ معناته انه الـ A is congruent لـ A mod الثلاث، ومعناته انه الـ A والـ A بتنتمي لـ R for every A. هيته هاي تعريف الريفلكسيف. طلع كيف عملتها؟ بس انا اول شيء حللت الفكرة، بعدين صرت ارتب الحل بناء عليها. اول شيء بدأت في A ناقص A، بعدين استنتجت انه الثلاثة تقسم A ناقص A، معناته الـ A is congruent لـ A مود الثلاث. او اذا طلعت معي هي صحيحة، معناته الزوج مرتب A و A، معناته طلعت هي A و B تنتمي. تنتمي لـ R. اذا هاي ريفلكسيف، هاي الخاصية الاولى. نيجي للخاصية الثانية، اثنين، هل هي سيمتريك؟ الـ R يعني سيمتريك. طلع كمان مرة نتذكر شو يعني سيمتريك. يعني يجي نقول A و B موجودة في R، فإن B و A تنتمي ل R. انا زي اللي حكيت لي قبل شوي، لما نقلبها بيطلع سالب وسالب، يس سالب صح. وموجب. فأنا شو بدي أبدأ هسه؟ بقول ببدأ كيف طلعوا، كيف ببدأ فيها؟ بقول A و B تنتمي ل R. شو معناته هذا الحكي؟ إنه الـ A is congruent لـ B mod الثلاث، صح؟ هي من هون. طب هذا شو معناته؟ انه الثلاثة بتقسم A ناقص B، وهذا شو معناته؟ انه الـ A ناقص B بتساوي K في ثلاثة. هسا الترتيب عم نقول A و B و B و A، بس ما عليك الا اضرب هاي في سالب، اضرب هاي المعادلة في سالب. بس لما اضربها هون، يعني هاي بضربها في سالب واحد، ضرب ضرب. فبتكون إذا بتطلع B minus A، لما تضرب هاي في سالب تنقلب، بنقلب بين الترتيب تبعهن، تساوي minus K في ثلاث. هذا عدد صحيح، ما هو هذا عدد صحيح، ولما تضرب في سالب بضل عدد صحيح. إذا معناته صارت الثلاثة بتقسم B minus A، وإذا كانت الثلاثة بتقسم B minus A، إذا معناته الـ B صارت congruent لـ A mod الثلاث. معناته إنه الـ B والـ A تنتمي لـ R، وهو المطلوب. بديت ب A و B، استنتجت انه B و A تنتمي ل R، اذا صارت سيمتريك. الشرط الثالث هسه، الشرط الثالث أو الخاصية الثالثة اللي هي ترانسيتيف. طلع ترانسيتيف كمان مرة نتذكر شو هو أو شو هي. إذا كانت A و B و B و C بتنتمي ل R، فإن A و C بتنتمي ل R. إذا أنا بدي أبدأ بها مشان أوصل لها. طلع هسا برد عايدها هنا على جنب. أنا بدي أبدأ بقول الـ A والـ B بتنتمي لـ R، والـ B والـ C بتنتمي لـ R. طب هاي شو معناها؟ إنه الـ A بتكون congruent لـ B مد الثلاث، صح؟ هي. وهي شو معناها؟ إنه الثلاثة بتقسم A ناقص B، ومعناها إنه الـ A ناقص B بدها تساوي K في ثلاث. طيب نجي لهاي، ال B وال C تنتمي ل R، معناها انه ال B is congruent ل C mod الثلاث. وهي شو معناها؟ انه ال B minus C بدها تساوي، هون استخدمت ال K، استخدم رمز اخر مثلا سميه M في ثلاث. انا لوين بدي اوصل؟ بدي اوصل اللي هو ال A وال C، يعني بدي اوصل A ناقص C. طلعوا A ناقص C، لو جيت جمعت هذول المعادلتين، لو اجمعهم مع بعض جمع، هذول المعادلتين اللي هون اجمعوهم جمع، مش بتروح البي مع البي، فشو بيضل؟ A ناقص C تساوي هاي جمع، بصير K في ثلاث زائد M في ثلاث. الثلاثة عامل مشترك، فبتكون إذا A ناقص C تساوي هاي ال K زائد M. طلعت الثلاثة عامل مشترك. هسا هذا انتجر وهذا انتجر، مجموعهم انتجر، إذا لو خبيته لاحظ إنه بصير عندي الثلاثة بتقسم A ناقص C. إذا معناته هون الثلاثة صارت بتقسم A ناقص C. معناها إذا كانت الثلاثة بتقسم A ناقص C،
معناها انه بتكون الـ A is congruent لـ C mod الثلاث، وهو المطلوب. اذا تحققت هاي، معناته الـ A والـ C صارت تنتمي لـ R، وهذا اللي بدي اوصل له. اذا صارت transitive، إذا هيك بتكون this relation is an equivalence relation. إذا كمان مرة بس خليني ألخص الفكرة. هون لما تكون أنا عندي الست A infinite بقدرش أستخدم الماتريسز، إذا كانت الست A finite بقدر أستخدم الماتريسز وبقدر أفحص الخواص عليها مباشرة على الماتريسز على الماتريكس تبعتها. بس إذا كانت الست infinite بقدرش زي ما حكيت أستخدم الماتريكس تبعتها. عشان هيك بروح للتعريفات الاصليه. شو التعريف بيجي؟ طبعا شو التعريف مثلا ريفلكسيف والسيمتريك والترانسيتيف مع تعريف الريليشن، بقدر اتوصل للنتيجه اللي بدي اياها. خليني اعطيكم مثلا مثال على فاينايت سيت. بس قبليها خليني احكي أو أذكركم بالـ relative set. تذكر إذا كانت عندي A هي عبارة عن set وكانت الـ X تنتمي للـ A، عرفنا الـ R of X اللي هي عبارة عن كل المساقط الثانية في الأزواج المرتبة اللي بيكون مسقطها الأول بيساوي X، يعني لما تكون X و Y بتنتمي لـ R. هاي اللي سميناها الـ R relative set of X. هاي الـ R relative set of X لو كانت الـ R is an equivalence relation، لو كانت الـ R is an equivalence relation في هاي الحالة، طلع لم هاي شرط أساسي إنها تكون الـ R equivalence relation. هون ال R مجرد relation، عشان هيك سميناها هاي ال R relative set of X. بينما لما تكون ال R is an equivalence relation، ال R of X هون بسميها equivalence class، وصف تكافؤ، صف تكافؤ equivalence class. إذا وين ال R of X بسميها equivalence class؟ لما تكون اصلا ال R equivalence relation، غير ذلك بسميها بسميها relative set of X. طبعا حسابها هاي هون بنفس طريقة الحساب لهاي، بس الاسم بيختلف. بتقدر تعيد من عند بعد ال R relative set of X؟ طيب اذا كانت ال R is an equivalence relation، هي الست نفسها هاي اللي انا هيتها R of X بسميها هون equivalence relation، بسميها equivalence relation، وحسابها بيكون بنفس طريقة حسابي اللي فوق، يعني اللي نفس الطريقة. يعني إذا طلعت الـ R relative equivalence relation معناته هي برضه بنقدر نسميها equivalence. يس. طلع مثلا خلينا بس أرجع على المثال السابق. نرجع على المثال السابق، المثال اللي هو لما أخذنا A تساوي Z بلس وأخذنا R تساوي A وفاصلة B، بحيث إنه A is congruent ل B mod الثلاث. طبعا هاي أثبتنا، هاي قلنا إنه ال R is an equivalence relation، أثبتناها. لو جيت قلت لكم طلعوا لي الار الواحد، كيف بدي اعرف ار الواحد يا عمي؟ او كيف بدي احسبها؟ بدي ادور على كل الاعداد اللي الفرق بينها وبين الواحد بيقبل القسمه على ثلاث. هيك معناها هاي ار الواحد. هسه تفسيرها هي اصلا هي عباره عن كل الواي، بحيث انه واحد واي بتنتمي لار،
صح؟ واللي هي نفسها واي، بحيث انه الواحد is congruent لواي مود الثلاث، واللي هي نفسها واي ناقص واحد، يعني الثلاثة بتقسم واي ناقص واحد. الثلاثة إننا كل نفس الشيء، يعني إن هي ار الواحد. إيه؟ إذا قدرت أفسرها هيك، طلع هيك، سواء هيك أو هيك، خلاص بعرف الجواب على السريع. يعني شنو الأعداد اللي الفرق لما تطرح منهم واحد بظل بيقبلني القسمة على ثلاثة؟ يلا الواحد نفسه، لأن واحد 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 ناقص واحد صفر، الثلاثة الأربعة بتكسر الأربعة. ستة، لا مش ستة، سبعة. السبعة ظلك ضيف الثلاث، خلص ضيف ثلاثات عشرة، عشرة، ثلاثة عشر، 13 سبعة عشر، 16 وهكذا. طبعا ظلها ماشي للمالنهي. طيب مثلا ار اثنين اول شيء ببدا باثنين، ليش؟ لانه اثنين ناقص اثنين صفر، الثلاثه بتقسم الصفر بعدين بصير اضيف ثلاثات تصير خمسه، خمسه ناقص اثنين ثلاثه بتقسم على ثلاث صح، ضيف كمان ثلاث ثمانيه، بعدين 11 وهكذا. اذا عمليا هذا العدد بيعطيني شكل، اذا انا طلع عشان اطلع الار اثنين بديت باثنين وصرت اضيف ثلاثات. طب لو بكى هون خمسه ببدا بالعدد وبصير اضيف خمسة، لو بكى هون 100 ببدا بالعدد اللي معطيني اياه هون بصير اضيف 100 100 100. يعني مش صعب الفكره حسب هذا الحكي. طيب الار الثلاثي يلا شو بتطلع ار الثلاث؟ ببدا بالعدد اللي هو ثلاث بصير اضيف عليه ثلاثات، يعني ستة ستة، تسعة، تسعة اتناشر، اثناش خمستاشر. وهكذا. طيب ار الاربعة أربعة، ثمانية، اتناشر، ستاشر. أربعة ثمانية اتناش لآخره. طلع هون هون طلع بدي أحكي نقطة هون زيادة على هاي. هون لو جيت طرحت من الأربعة، أنا هون الأربعة بديت بالأربعة صح، زي اللي حكيت قبل شوي أربعة وضفت عليها ليش ثلاثات سبعة هي 10 بعدين هي 13. طيب لو جيت طرحت من الأربعة ثلاثة قديش بيطلع الجواب؟ واحد بزبط. بس هون طلع مثلا هذا ليش ما طرحتش منه ثلاث وليش هذا ما طرحتش منه ثلاث؟ لأن يعني لو تطرح من هون ثلاث بصير اثنين ناقص ثلاث بيطلع سالب واحد، مش موجود في الست هاي. مثلا هون واحد ناقص ثلاث بيطلع سالب اثنين، مش موجود في هاي الست. هون الأربعة طلع هون ثلاث ناقص ثلاث بتصير عندي صفر صفر برضه. اذا هون بدنا ناخذ البوزيتيف نمبرز فهي بدها تكون مش موجود في مش موجود في في الست اي. بس هون الاربعه لما اطرح منها ثلاثه بتعطيني واحد موجود في الست اي، لازم اضيفها هاي. اذا هيك هسه انا ببدا بالعدد طلع. اذا الفكره العامه خليني الخصها، الفكره العامه انه انا عشان اطلع الار طلع بس بدي قبل ما امحى طلعوا ار الاربعه، اطلعوا لي على ار الواحد، هاي ار الواحد وار الاربعه طلعوا عليهم نفس الاشي صح؟ مظبوط. طيب هسه بدي امحى، اذا طلعت عندي ار الاربعه وار الواحد متساوي. طيب بدي اجي ار الخمسه ببدا كلت بالخمسه بضيف عليها هون ثلاثات بصير ثمانية 11 وهكذا. بطرح منها ثلاث يطلع اثنين، اثنين موجودة طلع ار الخمسة مع ار اثنين نفس الاشي. مثلا ار الستة
ابدأ بالستة، أضيف ثلاثات، تسعة، 12 إلى آخره، أطرح منها ثلاث، هاي ثلاث، فبتيجي آر الستة زي آر الثلاث. بس لو ظليت ماشي فيها آر السبعة، آر السبعة بترجع زي آر الواحد، لأنه هي طلع السبعة بدك تطرح منها واحد. فإذا عمليا أنا هون في هاي المثال فقط بيطلع معاي ثلاثة equivalence relation equivalence classes. إذا هون ال equivalence، خلينا نقول هيك ال equivalence classes إيش هم؟ هي R الواحد و R اثنين و R الثلاث. دكتور ليش طرحت اصلا انت منها من ال بعد ما صرت عند الار الاربعه ليه بلشت تطرح منها ثلاثات؟ شو ما هي ما إذا بكت عندك الواحد والأربعة تنتمي لآر، صح؟ معناته الأربعة والواحد تنتمي لآر. هي هنا بتطلع كأنك بتقول أربعة ناقص واحد تساوي ثلاث. طب هون واحد ناقص أربعة اللي بتعطيك سالب ثلاث. فأنا بدي يعني لما بديت بالأربعة العدد اللي هون اللي هو بيجي عندي، شو العدد اللي راح يجي قبله؟ يعني لما أطرح منه ثلاث، أطرح منه أربعة، أطرح منه أربعة، أو لا، هي أطرح منه ثلاث، أطرح منه ثلاث ويظلوا مرتبط مع الأربعة اللي هو الواحد. يعني كمان مرة كمان مرة، أنت بدك تدور على كل الأزواج المتساوية. لما تقول آر الأربعة، شو معنى آر الأربعة؟ معناها كل الواي بحيث إنه الأربعة والواي بتنتمي لآر، صح؟ يعني الأربعة تساوي كونجرونت لمود الثلاث، صح؟ هيك شيك. أو بلاش، هي كل الأزواج المرتبة اللي مسقطها الأول أربعة، طلع أربعة وواحد، مش تزبط؟ تظبط طيب، وأربعة وأربعة بتزبط؟ بتزبط، لأنه صفر. فإذا مظبوط بدك تاخذ الواحد وتاخذ الأربعة، كمل هسه عليها بس بتزبط. يعني عشان هيك أنا رجعت طرحت من الأربعة ثلاث، لأن الواحد بتزبط مع الأربعة. بس انا لما جربت على الاعداد اللي قبل، لاحظ بيطلع جواب سالب. السالب مش موجود هون، عشان هيك رفضته. يعني مثلا تيجي تقول في ار الواحد، ار الواحد شو هي؟ واحد واربعه بنضيف ثلاثات، سبعه الى اخره. هسا لو تيجي تقول طب اطرح من الواحد ثلاث، شو بيطلع؟ واحد ناقص ثلاث، جواب سالب اثنين. السالب اثنين مش موجود هون، عشان هيك هاي رفضتها اني اجي اطرح منهم. اني عمليا بتصير صارت الفكره طالعه، معناها كل ما مشيت فيها ببدا. مثلا لو جيت قلت لك طلع لي ار المية، انت صح بدك تبدا بالمية وتكمل عليها، بتصير تضيف بس ثلاثات برضو في مية. اعداد قبل المية تنفع معك انك تحقق ايوه لك القاعدة، يعني بدك تحط انا ار المية بس برضو بده يطلع عندك الاعداد اللي قبلها بثلاثات، يعني السبعة وتسعين والاشياء واللي وناقص ثلاث من السبعة وتسعين وهيك. يعني انت عممت الجواب على كل المجموعات اللي بدها تطلع عندك اكبر من الثلاث، بس اللي طلع لنا هون انه كل المجموعات اللي اكبر من الثلاث طلعت منها مجموعة الثلاث اللي الاكويفالنس كلاس الار الثلاث مجموعة جزئية منها. يعني انت حلو هون بشكل عام الار للعدد اللي هو، انت بتبدا صح، بتبدا في العدد، خلي هذا العدد اللي هون هذا بتبدا فيه هياته هون، بضيف وهون بطرح. هسه الاضافه ما في عليها مشكله، بس الطرح بضلني اطرح لعند ما اوصل لجواب مش موجود في الست معي، خلاص بهمله وبكملش. هاي القاعدة أساسية. يعني أنا كمان شوية أنا ممكن أعرف لك الريليشن هاي على الزد كلياتها، ساعتها صارت الأعداد الموجب والسالبي. ساعتها هسه لما تيجي تطرح بتزبط. يعني هون لو عرفت خلي هذا المرة الجاي إن شاء الله بحكي لكم نحكي عنه. بس إذا خلينا نكمل هذه الفكرة هون، والمرة الجاية إن شاء الله فرجيكم على الزد كيف بيطلع شكل الايكوفالنس كلاسز. اذا على هذا المثال اللي هي على الزد زائد، فقط بيطلع عندي 3 ايكوفالنس كلاسز هياتهم. هو في الغالب دائما
انت بتطلع على عدد هذا هون، قديش انا عندي هون؟ ثلاثة. اذا لازم يطلع معي، لا لا، في مثل هاي الامثله اذا غيرت ثلاثة الرقم هذا equivalence classes. يس لا لازم يطلع معي 3 equivalence classes. اذا بكى خمسه بيطلع عن خمسه، اذا بكى سته سته، وهكذا. طيب هون بدي اعرف برضه شغله اخيره عشان نستغل المثال هذا. بدي اعرف هاي اللي هي ال A على R. ال A على R، A شحطة R، هاي عبارة عن set of all equivalence classes. يعني باجي اقول لك طلع لي ال A على R. اول شيء بتثبت ان الار ايكوفلنس ريليشن، بعدين بتطلع اللي هو الايكوفلنس كلاسز تبعتها، وبعدين بتحطهم ببعض. يعني مثلا على المثال هذا بتصير عندك الزد زائد، ما هي الزد اللي هي الاي تبعتنا هي زد زائد على الار، شو بدها تساوي؟ فقط ار واحد ار اثنين وار ثلاث، هيتين هذول هن عبارة كمان عن مرة لو سمحت دكتور فصل صوتك عندي. أقول مرة، عندي A على R هي عبارة عن set of all equivalence classes. إذا أول شيء بثبت إنه ال R is an equivalence relation على ال A، زي على زي المثال اللي فوق. بعدين طلعت ال equivalence classes، هي عندي R1 و R2 و R3، بصير ال A على R اللي هي أنا عندي ال A قيمتها زد زائد على R بتساوي R1 R2 و R3. بصير اكتبها هيك، وبصير اكتبها على شكل مجموعات. معناها قبل شوي كتبنا هاي على شكل مجموعه اعداد، هاي انفينيت ست وهاي انفينيت ست وهاي انفينيت ست. يا اما بكتبهم هيك او بكتبهم على شكل مجموعات، مش مشكله. هاي ان شاء الله المره الجايه برضه برد احكي عنها، بناخذ مثال عليه. بس كفي اليوم ان شاء الله. المحاضره الجاي يعني احنا 7/6 7/6 يعني